السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤال. تفضل. في أخ بيدرس في ماليزيا والدراسة دلوقتي عن بعد. هو الامتحانات بتبقى يعني من على النت. مبقاش حضور. والبلد دي الفرق بينها وبيننا 9 ساعات بالتوقيت. فوقت الامتحانات بتاعته بتبقى وقت الفجر من قبل دخول الوقت لحد بعد الشروق، وما ينفعش يقوم من قدام الكاميرا. يسقط. ما استطيع اقول لك اترك صلاه الفجر من اجل ذلك ابدا. انا قلت له كده بس هو مش هيطمن لما لا 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 ولو لا استطيع ان اقول لك اترك صلاه الفجر ابدا. السلام عليكم.